بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 16. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. تقدم الكلام على قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، إلى قوله تعالى: فأفوز فوزا عظيما. وبقي أن نبين ما يظهر من أحكام هذه الآيات العظيمة. فيؤخذ من هذه الآيات وجوب إعداد العدة لجهاد الكفار، وهذا كما في قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وإعداد العدة يعني أمرين: الأمر الأول تقوى الله سبحانه وتعالى وإخلاص النية له جل وعلا، لأن الجهاد بدون عقيدة لا يفيد شيئا. ثانيا إعداد القوة الحسية، وهي إعداد السلاح في كل زمان بحسبه، وإعداد الرجال المدربين على القتال الذين ربوا على الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى. فبهذا أمر الله جل وعلا المؤمنين بأن يقوموا به قبل خوض المعركة، تهيئ لها وإعداد العدة لها، هذا من أسباب النصر بإذن الله. ثانيا يؤخذ من هذه الآيات أن المسلمين ينفرون إلى الجهاد بحسب توجيه الإمام، سواء نفروا ثبات يعني قطع من الجيش وهي ما يقال لها السرايا، أو ينفرون جميعا جيشا مكونا من المغزاة مجتمعين بقيادة الإمام أو بقيادة من ينيبه الإمام، وهذا معنى قوله: فانفروا ثبات، يعني متفرقين حسب توجيه الإمام للمصلحة وهي السرايا، أو انفروا جميعا وهو الجيش العام. وهذا من تنظيم الجهاد. يؤخذ من هذه الآيات أيضا التحذير من دسائس المنافقين المخذلين، وهذا في قوله تعالى: وإن منكم لمن ليبطئن الآية، فإن المنافقين خذلون عن الجهاد ويروعون المؤمنين ويعظمون من شأن العدو، كما قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. لو خرجوا فيكم يعني المنافقين ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم، يعني بالفتنة والتفرقة، يبغونكم الفتنة
وفيكم سماعون، في المؤمنين من يسمع لهؤلاء المنافقين ويقبل قولهم ويؤخذ من هذه الآيات أن المنافقين لا يقصدون بخروجهم مع المجاهدين إلا طمع الدنيا، بدليل قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة، يعني أصابكم هزيمة، قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فعنده أن الفوز بحصول الغنيمة والمال، لأنه لا ينظر إلى أجر الآخرة وثواب الله عز وجل، ويعتبر النجاة هي التخلف عن الجهاد إذا كان فيه على المسلمين مصيبة، ولا يدري أن الأمر بالعكس، أن المؤمن المجاهد على خير، سواء انتصر المسلمون أو لم ينتصروا، سواء بقي على قيد الحياة أو استشهد في سبيل الله فهو على خير. ولهذا قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. فالمسلمون ينتظرون إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة، عكس المنافق فإنه لا يريد إلا طمع الدنيا، فإن حصل له فإنه يفرح ويستبشر، اعتبر هذا انتصارا، وإن كانت الأخرى فإنه يفرح ببعده عن مشاركة المسلمين. هذه علامة النفاق، وهذا فيه بيان كشف نفسية المنافقين لأجل أن يأخذ المسلمون حذرهم منهم. في الآيات النهي عن التثاقل عن الخروج، عن الخروج للجهاد إذا أمر به إمام المسلمين، قال تعالى وإن منكم لمن ليبطئن، فهذا فيه أن المؤمن لا يتباطأ في الخروج بل يبادر، وهذا كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير، إلى قوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإذا استنفرتم فانفروا. ويؤخذ من هذه الآيات أن المؤمن يقصد بجهاده وجه الله لا طمع الدنيا، وأن المنافق بالعكس يريد طمع الدنيا ولا يريد وجه الله، كما كشف الله ذلك في هذه الآيات وفي غيرها. والله الموفق، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.